انا شايفه ان انت واخد بالك مني حبتين. ايه وحش ده يعني ولا ايه؟ لا مش وحش، بس زياده شويه. عاجبيني. طب اقول لك حاجه، وتصدقيني وهكدبك ليه؟ اصلك جدعه جدا عشان ما سبتيش ابوكي، والنوع ده انقرض من زمان. لا وفوق كل الكلام ده بقى حته أمرايا. يا سلام، منغيره واحنا متجوزين. لا طبعا نو واي، انا مش ممكن اتجوزك غير لما اعمل كل حاجه على مزاجي الاول. اوبا انت شكلك هتبقي صعبه قوي. انا صعبه قوي فعلا، بس معلش استغفلني بس. مفيش، انا من هنا رايح هاخد بالي كويس. انت فعلا لازم تاخد بالك كويس قوي قوي، وتبقى عينيك في وسط راسك كده. ماشي يا ست. طب بقول لك ايه، انا هاجي لك الشركه بكره. انهي شركه؟ انهي شركه؟ انت عندك اكتر من شركه؟ لا يعني اقصد اهلا وسهلا بيكي طبعا، تنوري في اي وقت. طب ومالك بتقولها كده ليه؟ كانك مش عايزني اجي. خالص، انا بس يعني زي ما تقولي اتفاجئت من السؤال. طب ما تتفاجئش بقى، انا قلت اقول لك عشان ما تقولش اني فاجئت، ما تقولش اني طبيت عليك، بس اوعدك اني بعد كده هطب عليك عشان اقفشك فعلا. ايه؟ بتضحكي على ايه؟ مش عارفه ليه عندي احساس ان سامح ده هيطلع عين ايتم في يوم من الايام. نفس احساسي بالظبط. تليفونك يا بنت، مش وقت الكلام ده، امي هتصحى. انت جننتي ولا ايه؟ مجنونه وبس. بقول لك ايه، مش هينفع نتكلم هنا، خدوا بعضك وانزلي دلوقتي. انسى شويه وهاجي لك. مش هنزل. كلم مين يا ولا؟ مين معاك؟ ده التلفزيون ياما، التلفزيون. التلفزيون. ايه ده يا ولا؟ التلفزيون مطفي بيتكلم من غير كهرباء. لا ما انا اللي اصلي، انا اللي قفلته، اصل كان صوته عالي كنتش عارف انام. خش انت ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ خش نام. تعالي 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 يا اما، تعالي، انت تعبانه من الصبح يا اما. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ايه فين؟ لا شم ريحه حريمي. لا 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 حريمي ايه؟ ريحه حريمي ايه اللي جاب ريحه حريمي هنا؟ انا شم ريحه حريمي. ما انا نسيت اقول لك، اصل انا امبارح رحت اشتري ريحه رجالي، الواد الله يخرب بيته اداني ريحه حريمي. ولا انت كذاب يا ولا، كذاب والله. بصراحه اما انا كذاب فعلا، اصل انا عديت على كاميليا. يا دي بوز الفقر، احنا مش هنخلص.
اعمل ايه؟ وقال لي خلي ريحه كاميليا تيجي على جتتك. ما انا سلمت عليها، سلمت عليها، اكيد كانت حاطه ريحه في ايديها، جت في ايدي، انت شمتيها، خلصنا. ايوه ما انا ابني كده عوج، وكلامه عوج، ومشيه عوج، وكذاب وحلنجي وطالع لابوه. معلش اللي ما مره جه وجاب لي حاجه، اللي ما مره شلت في ايدك فاكهه. معلش هجيب لك ان شاء الله. ولا حتى شبشب زنوبه. انت بس تخش تنامي دلوقتي، انت تعبانه طول النهار. معلش هتعملي ايه؟ نصيبك بقى وقدرك. مش هطلع بره. وقفل تليفونك ليه يا ستي؟ بكره هبقى احكي لك على كل حاجه. لا دلوقتي، وعايز اعرف كنت انت ومتولي بتعملوا ايه. مش دلوقتي، بعدين. قلت لك امي هتصحى. لا دلوقتي هنتفضح. الله، ده التلفزيون. يا حلاوه يا حلاوه. ودي قناه ايه؟ الاخبار ولا ما يطلبوا المشاهدون ولا الافلام؟ ابوس ايدك ياما، ما تفضحناش. ابوس ايدك ما تفضحناش. اكيد انت اللي جرجرتها هنا، وانت اللي هتجيب لها الفضيحه. انا اللي جرجرتها؟ دي تفضح بلد دي. في ريال؟ اه في ريال. هو انا جبت غير في ريال؟ هو في كرم في ريال؟ لا والله. ولا في حلاوه في ريال؟ ولا في طعامه في ريال؟ يا اختي يا طيبه، ولا في طيبه في ريال؟ جوه. يعني منى ونجلاء ما جوش لحد دلوقتي، والهانم الكبيره ما عملتش غيغه ولا حاجه. انت عارفه انهم تاخروا عشان منى راحت لوالده خليل الله يرحمه. حرام الله يرحمه. ايه مالك؟ عايزه حاجه. شكلك كده. بص بقى، انا مسافره. مسافره فين؟ الغردقه. فجاه كده؟ اه فجأة كده. بصراحة يعني عندي شغل ضروري ولازم اكون في الغردقة 4 ايام. يا خبر، وانت عايزة كاميليا تطب ساكتة؟ بقولك ايه، اختك كاميليا دي لو فضلت تتصرف معايا بالاسلوب ده والله لا اسيب لكم البيت وعيش لوحدي. هو انت عبيطة يا بك؟ بقولك ايه، دي مصلحتي ومستقبلي، وانا مش هسيب اي فرصة كويسة تجيلي عشان خاطر حد، وخصوصا عشان اختك كاميليا. طب بعدين نتكلم في الموضوع ده بعدين. بعدين ايه؟ انا بكرة الصبح لازم اكون في المطار. كمان مش كده يا مروة؟ لا كمان بقى كده، وانا بقولك عشان تتكلمي معاها، عشان مش عايزة اخش معاها في حوار. طب بس بس انا عايزة اخد رأيك في حاجة. اتفضلي. انا عايزة البس الوان غير الاسود. يا سمر، هتلبسي ملون؟ طبعا انا عشان بالاسود شكلي مش هيبقى حلو. انت عايز شكلك يبقى حلو ليه؟ طبعا شكلي لازم يبقى حلو، اولا عشان انا دلوقتي بشتغل في شركة دار نشر كبيرة جدا، وتاني حاجة بقى عشان المكان اللي انا بروحه ده في ناس كتير كده بيهتموا بمظهرهم. ده غير ان الدعوه جات لي من علاء بيه. علاء بيه؟ شوفي مصلحتك العبيطه. صباح الفل يا عم سعيد. ابو حميد. يا عم جمال. يا حبيبي. ازيك يا عم جمال؟ ابو حميد. اخبارك ايه؟ تمام. تعالى عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال، انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك. اوه تشرب الاول. هدى ولع. ايوه جاي. يا استاذ بتاعتي، وشوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه من الساعه رايح الشغل. حاضر، خد يا عم جمال سيجاره. لا انا بدخنش، فتعالى. اه صحيح، انا نسيت. امورنا ابو حميد. بقول لك يا عم جمال، كاميليا بنت خالي كانت كلمتني في موضوع كده، كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ده انت فيك الخير، بس انا كنت هكلمك في نفس الموضوع بالظبط. طب صح كده يا عم جمال؟ وبصراحة المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني، بس انا قلت هي تقول اه وبعدين اكلمك عشان يعني الموضوع ما يبقاش كلامه بس، وانا قلت برضو اجي دغري، انت عارفني ما بحبش اللف والدوران، وبعدين ما تحسنيش يعني كاميليا وحدانيه وانا عايش لوحدي وعايز حد يونسني وياخد بحسي في الدنيا، ابقى انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش ولا حاجة يا عم جمال، بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في موضوع زي ده؟ بس هو بصراحة انا قلقت، قلت يعني لحسن حد يسبقني ويطلبها، خصوصا اي حد من اهل جوزها،
بس الناس دول مش هيسيبوها في حالها، هيفكروا يعني ياخدوها لخبوزها عشان يعني تبقى الحكايه كلها في حبهم. اما لو ما كانش كده هيقرفوها. انا قلت يعني ما سيبهاش لوحديها، او برضه وهي بتطالب بحقها يبقى حد واقف وراها جنبها كده يعني، ولا ايه؟ لا عندك العيب، عندك العيب يا عم جمال. بس انا يعني عايزك تأجل كلام في الموضوع ده شويه عشان الامور تمشي زي ما انت عايز بالظبط. بجد يا ابو حميد؟ اه بجد. وعايز كمان اطلب منك طلب. فين؟ يعني ما تقولش الكاميليا خالص ان انا كلمتك في موضوع زي ده. ما تقولهاش ان انا قلت لك الكلام ده خالص، ولا انت فتحتني في السيره دي نهائي. طبعا طبعا. ولا هجيب باي سيره. ده انت تأمرني. اشوف ربنا. تصدق انا كنت قلقان من رد فعلك جدا. لا ولا يهمك يا عم جمال. احنا هنطول نناسبك يا عم جمال. الله يكرمك، الله يكرمك يا ابو حميد. معلش انا حطيك على الله بقى عشان اروح شغل. يلا اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. الف سلامة. أنا عايزها تخرج من الشركة ملط. عافية. هيحصل يا باشا ما تقلقش. 100 مرة تقولها هيحصل يا باشا. هيحصل يا باشا ما تقلقش، هيحصل يا باشا ما تقلقش، ومفيش أي حاجة بتحصل. أنا خلاص ما عدتش طايق العيشة معاها. لا. أنت لازم تشوف لك حل يا متر. دي واحدة شؤم. بعدين أنا خلاص هنقل كل تعاملات شركتي بره. طب والشركة هنا يا باشا؟ زي ما بقول لك كده. أنا هسحب كل أرصدتي وهسحب كل تعاملاتي وهربط مع العملاء على كده. عايزها تفوق تلاقي نفسها على الأرض. حاضر يا باشا. وعبد الله ده كمان اللي طلع لنا في المقدر أعمل معاه إيه ده الآخر؟ أنت كده مديله أكتر من حق. هو خلاص قضى المدة وخرج من السجن، يعني ثواب. وأنت لو شغلته عندك هيبقى أي حاجة يعملها هتبقى ضده مش ضدك. بس أنا برضو قلقان مش مطمن. عندك حق أنا عارف. أنت بس سيب الأمور كده تمشي بطبيعتها، لأنه ممكن يكون عايز يعوض اللي فات من عمره، أو من الآخر كده يا باشا ممكن يكون عايز قرشين وخلاص. خلاص اعمل اللي اتفقنا عليه وبلغني بالحرف عملت إيه. مفهوم يا متر؟ بكرة إن شاء الله. يلا اتفضل يا متر. إزيك يا متر؟ تمام يا هاني، ربنا يخليك. ايه روح؟ خير في حاجة يا سمير؟ لا روح بقى، كنت بخلص شوية إجراءات مع المتر. طب عن إذنك أنا بقى. اتفضل متر اتفضل. مع السلامة. الله يسلمك. مع ألف سلامة. فكرت هتعمل إيه مع عبد الله؟ زي ما اتفقنا هكلم سامح يشوف له أي شغلانة كده حد ما نشوف هنعمل إيه معاه. طب يا روحي عايزة حاجة؟ أنت خارج ولا إيه؟ هروح الشركة. طب يا حبيبي اعمل حسابك نتغدى مع بعض، اعمل لك بقى فته وكوارع واكل انت بتموت فيه. تحرمش منك يا روحي، خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. باي يا حبيبي. باي باي. يا واطي يا ابن الكلب. هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ والدك الله يرحمه انا اعرفه، ولما قابلته لاول مره وكلمته قلت له ان البنك هيحجز على الشقه دي بسبب القرض اللي هو خده، وقلت له كمان لازم تسدده. بس هو بابا اخد كارد ليه؟ ده كارد قديم خده عشان خاطر جواز كاميليا، ده على حسب ما انا عرفت. والقرض ده يعني يجيله بكام يعني؟ هو الحقيقه القرض ده حوالي 100,000 جنيه بعد الفوائد، وده لازم يتسدد من هنا لحد قبل اخر الشهر. انا اسف يا جماعه انا مش هقدر اعمل اي حاجه، لان كان لما عايش كان هو اللي بيقدر يتصرف. طب انا اعرف ان والدي كان عنده 10,000 جنيه في البنك، ممكن ندفعهم لغايه لما ندبر الباقي؟ للاسف لا. انا اسف جدا يا جماعه مش هقدر اعمل اي حاجه، وعلى فكره لازم تسددوا المبلغ وبسرعه، لان كل يوم بيعدي الفوائد بتزيد. النهارده 100، بكره هتبقى 500. يلا السلام عليكم. مع السلامه. عايزين مني حاجه؟ هتاخر على ميعادي. ابقي سددت الكارد يا عروسه. سلام. مروه استني، انا ثانيه عايزك. هنعمل ايه في كل الفلوس اللي مطلوبه مننا دي؟
هنعمل ايه؟ مروه احمد، اقسم بالله لو قلت لي اي كلمه تضايقني توطي صوتك. لو حصل لك اي حاجه في السفر ده بيكلميني. ها يعني ايه؟ يعني لو رايحه شغل او اي مصلحه تانية مفيش مشاكل، اي حاجه تعوزيني فيها تليفون صغير وهتلاقيني عندك. ماشي. ايه بقى هو ايه اللي ايه بقى؟ يعني عايز اعرف الشغل ده ايه يستاهل يعني ولا تقضيها؟ والله العظيم يستاهل، والمصحف يستاهل يا اخي. هي مش البنت حنان دي شغاله معاكي؟ اه حنان شغاله معايا. امال مش مسافره معاكي ليه؟ انت هتجيب حنان لمروه؟ عندك حق. ايش جاب لي جاب يا مروه؟ ماشي. رايح فين كده؟ عندي مصلحه النهارده، ادعي لي بقى تقضي على خير. ربنا معاك وتقضي على خير، بس بدلتك حلوه شكلها غاليه. جايبها منين يا ابو حميد؟ ابو حميد. اه طبعا ابو حميد. طالما مخك جه على مخي يبقى ابو حميد ونص كمان. ونص؟ اه زي ونص كده. على فكره انت ما كنتش بتنزلي من زوري، بس شكلك كده اتغيرت خلاص. لسه اللي جاي احلى. ماشي انا همشي بس ما متاخرش. بيطمني عليك لما توصلي. ها حاضر. سلام. خلي بالك على نفسك. يا مسهل حرام. انا جيت سهل على المكتب. بلا شغل بقى، بلا شركه، بلا كلام فاضي. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ نتجنن شويه. طب ما هو انا مجنون اني وافقت اتجوزك اصلا. انت من هنا ورايح لازم تسمعي كلامي، وانا مش جوزك ولا ايه؟ لا لسه شويه. لسه شويه ده ايه؟ يلا يلا. يلا على فين؟ عايزنا نروح فين؟ هنسافر. اه ده انت بتحلم بقى. بحلم ليه؟ احلى حاجه في الدنيا انك تعملي الحاجه من غير ما ترتبي لها. اي سامح، بس يعني احنا لسه ما عملناش فرح. هتفرق يعني؟ طبعا تفرق. انا لازم البس فستان ابيض، ولازم ابقى عروسه، ولازم صوري تملى كل المجلات. يا حبيبتي عشان تنبسطي احسن حاجه في الدنيا تعملي الحاجه بعيد عن الناس وكلام الناس. طب ومامي هقولها ايه؟ هنكلمها في التليفون واحنا في العربيه. دي كانت تروح فيها. تروح فيها ده ايه؟ هو انا مش جوزك شرعي؟ احنا مش كاتبين الكتاب؟ يعني من ناحيه شرعي فهو شرعي. اه خلاص حبيبتي، في حاجات كتيره لو فكرنا فيها هتبوظ. ادي شنطتك اهي. اتفضلي يا ستي. يلا بينا. يا سامح. يلا. يلا 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 يا سامح. سامح كده مرتبين ياخدوا بالهم. ايه ما اتفقنا خلاص، انا جوزك رسمي. يلا. قولي لي بس اللي بيدور في دماغك. عايزه اغير الشركه اللي بتعامل معاها. طب والله كنت عايزه اقول لك كده من زمان. عايزه اخد من شركه ماركه عشان البضاعه تبيع نفسها. طول ما احنا مع السكه دول عمرنا ما هنخلص. انت شايفه كده يعني؟ انا ليا اختين، كل واحده فيهم بتشتغل في شركه للملابس والازياء. يعني لو قدرت اخد منهم بضاعه لحسابي الحكايه هتبقى لوز. ساكته يا بيت. هي بس حاجه تقيله على قلبي، لكن الشغل ما فيهوش الكلام ده. اللي عايز فلوس يدوس على قلبه ومشاعره وكل حاجه. معاكي طبعا، بتتكلمي صح. بس انت ما تعرفيش، انا ليا اختين من الاب، واحده ما بتقناش والتانيه بتحبنا وكانت عايشه معانا. انا هكلمها والتانيه دي ما هتصدق عشان تقول لي انها احسن مني. الله بقى، ما احنا لسه قايلين مالناش دعوه بالهبل ده. احنا يا بنت الحلال نشوف مصلحتنا فين ونمشي وراها، غير كده بلناش فيه. عندك حق يا بنت، انا هكلم الاثنين واللي تغمز نشتغل معاها. ده انا هقوم اروح لميرا حالا. ها طمني يا ابو كرم، ايه الاخبار؟ كله تمام. نص ساعه وتيجي معايا عشان نمضي ورق البنك ونحول الفلوس باسمك على حسابك الجديد. بعد كده ناخد المبلغ اللي احنا عايزينه وتروح انت مشوارك وارجع انا على هنا. وحشتيني قوي يا منى قوي. يا كدابه كدابه، من ساعه ما سبتينا ولا سالتي على حد فينا. انا اسفه يا ستي، انا عارفه ان انا غلطانه. براحتك يا ستي، هقول لك ايه؟ ما هي اللي يقعد في العز ده ما يفتكرش حد خالص. بس عليك يا منى، وانا وحشه قوي كده؟ لا طبعا، بس الناس بقت كده ما بتفكرش غير في الفلوس. الا انا يمكن. وانت جايه تزوريني ولا جايه تبكتيني؟ انا جايه عايزه مصلحه. اه قولي كده بقى عشان تعرفي بس مين فينا اللي بتاع مصلحته. ماشي، بس
بس انت النهارده هتتغدي معايا. لا مش هينفع، مش هينفع اسيب البنات خالص. لا هتتغدي معايا، انا هتتغدي معايا. قولي لي بقى ايه المصلحه اللي انت كنت عايزاني فيها؟ بص يا ميرا انا عاوز اشتغل. عايزه تشتغلي فين؟ عند عمو سمير؟ عمو سمير؟ ايه الحياه بقت بيس قشطه؟ ده طلع راجل طيب قوي والله. وابنه ايه؟ لسه لازق برضه؟ تخيلي، بس هو كمان طيب. بص يا ستي انا عايزه اشتغل بس مش في الشركه. انا سامعه ان منتجاتهم في السوق سمعتها هايله، انا عايزه اخد منهم واشتغل لحسابي بس معيش فلوس. يعني يعني اخد عنوطة. والله يا منى انا ما بفهمش في الحاجات دي الصعبه دي، وانتي عارفه ده كويس. وما اقدرش اقعدك مع مو سمير. بس تقدري تقعديه مع مروان صح؟ ايوه بس في مشكله. ايتن بتكرهنا كلنا، ما بتحبش اي واحده فينا. مش عارفه لو عرفت موضوع زي ده ممكن تعمل ايه. هو مش مروان ده يبقى ابن عمه سمير؟ اه خلاص يبقى هو الجوكر. انا هاخد عنوطة بس هسدد. وبعدين بكره تعرفي ان اختك دي هتبقى اكبر سيده اعمال في مصر. ان شاء الله يا حبيبتي، انا متاكده انك هتبقي كده واحسن كمان. طب هتردي عليا امتى؟ بصي احنا بجد دلوقتي واسحب لك الواد مروان ونخرج معاه ويقول لنا على كل حاجه. حلو اسحب لك دي. قولي لي بقى البنات عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ زي القرود. وكاميليا؟ كاميليا دي عبيطة، مش قادرة تفهم ان لازم يعيش في الدنيا دي لازم يعيش فيها زي الاسد. الهانم عايزة حضرتك. حاضر عن اذنك يا حبيبتي، اشوفها عايزة ايه واجيلك على طول. ربنا يستر. تعالي هنا. في ايه يا ماما؟ البت دي بتعمل ايه هنا؟ جايه تزورني. تزورك؟ انت كلمتيها ولا ايه؟ لا يا ماما هي اللي كلمتني. هي عايزه ايه؟ انطقي من عارفه ولاد سميه دول. ماما دي اختي. لا انت مالكيش اخوات غير ايتن وبس، انت فاهمه؟ لا يا ماما انا ليا اخوات تانيين وبحبهم ويجي يزوروني في اي وقت. طب ايه رايك بقى اني هشتمها واطردها؟ لو عملت كده انا همشي معاها يا ماما. انا كمان عزمتها على الغدا. تبقي اكيد اتجننتي. لا ما اتجننتش يا ماما، انا ليه اخوات وعشت معاهم طول عمري، واللي بيني وبينهم اكبر بكتير من اللي اي حد ممكن يتخيله. ماشي يا ماما. ناقصني ولاد سميه دول كمان، حاجه تقرف. عادل كاميليا. ازاي؟ منوره الشركه. شركة ايه؟ دي شركة عظيمة. هو انت عرفت العنوان هنا منين؟ الواد متولي هو اللي قال لي وانا جيت. بس ايه الروقان اللي انتوا فيه ده؟ انت جاي تنق علينا بقى ولا ايه؟ يا عم نق ايه؟ ده انا في مصيبة صوتي. مالك فيك ايه؟ مفيش حاجة، بس فين احمد؟ احمد موجود. تعالي اتفرجي على المكتب العظيم بتاع عادل بيه عقبال ما يجي لك احمد. مكتب عظيم ولا بني؟ حاسة ان الدكتور هتطلع. اتفضلي يا كاميليا هانم. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ عجبك؟ عجبني؟ ده تحفة. ده أنا كان المفروض أبارك لك على الوظيفة الأول. مهم أنت إنك شرفتينا، دي هي حاجة مهمة يعني. أنا مبسوطة أوي إنك هنا يعني. مبروك يا عادل. قول لي بقى لو أحمد مش فاضي وأنا هعطله أنا ممكن أجيله أي وقت تاني. أنت مش معطلانة عن أي حاجة خالص، بس يعني أنت تشرفي في أي وقت. واضح إن الشركة دي كبيرة أوي. هي كبيرة فعلا. أحمد كان قال لي إن صاحبه غني، بس أنا ما كنتش فاكراه للدرجات دي. صاحبه؟ هو صاحبه غني أوي 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 يعني، حاجة يعني فوق الوصف. بس تعرف يا وادي عادل، أنا لو كنت اتوظفت من ساعة ما اتخرجت يعني في شركة زي دي كان زماني في شركة أكبر من دي 100 مرة. أنت هتقرعي بقى كمان يا شركة، إيه اللي تبقى أكبر من دي؟ ليه يا عم؟ أنا مش أداب إنجليزي أنا ولا خدمك معايا؟ هو انت اداب انجليزي؟ ايوه. ما انا عارف ان انت اداب انجليزي، ما انا مش عارف اتربي معاك يعني. طب ما تشتغلي معانا هنا كمان. يا سلام بقى، وهم هيوافقوا. هم مين يا كاميليا؟ البدله دي مش مقصره فيكي في اي حاجه خالص. احنا هنا اللي بنقول مين يشتغل ومين ما يشتغلش. وبعدين احنا اكيد محتاجين واحده بتتكلم لغات. ايوه انت اداب انجليزي يعني، وزياده عن كده ان احنا اكيد محتاجين واحده جميله جدا جدا تكون معانا. انا اسف، مش قصدي حاجه والله، اسف. تتأسف ليه؟ هو انت شتمتني؟
ده انت قلت لي كلام جميل انا كان نفسي اسمع زيه بجد. طب انا ممكن اقول كلام كتير تاني اقول. ما خلاص يا عم بقى احنا هنقعد نهزر يا عادل. قول لي انا دلوقتي هقابل احمد ولا هيتنك عليا ويعمل فيها بقى موظف مهم بقى اروح. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي كمان. اهم شخص في الشركه دي اللي واقف جنبك ده يعني اروح انادي لك احمد. خليكي عندك لحظه واحده. يا عادل فيه تروح فين؟ انا هوصل مشوار البنك كده بسرعه وراجع على طول. اعمل حسابك روح لما تقول لي النهارده نقابل الرئيس. ماشي استنى بس. ايه كمال يا بره؟ كمال مين؟ بنت خالي؟ ما بنت خالي انا. وعايز ايه دي؟ نصيبه لا تكون فاكره ان انا هدفع لها الفلوس اللي عليهم. بقول لك ايه؟ اتصرف معاها قول لها اي حاجه. قابلها انت. استنى بس يا عم راح فين؟ ده عايزاك انت يا عم. قول لها انك ما لقيتنيش. استنى بس في ايه؟ انت ايه موضوع الفلوس ده؟ قول لي يمكن اعرف اتصرف. خالي كان واخد قرض من البنك عليهم 100,000 جنيه يا يدفعوا يا يخرجوا من الشقه. طب ايه المشكله احمد؟ ما خير ربنا كتير ما تدهم لها. عنده قرايبك برضه. قدهم لها ايه؟ انت عبيط؟ بقول لك ايه؟ بقول لك يا عادل طريقتك دي مش هتنفع. اللي يصعب عليك في قيرك يا صاحبي. وبعدين كمالية دي مشاكلها كتيره. مره قرض البنك، مره الورثه بتاعت جوزها، وشويه كمان هتخش لنا في الخطاب اللي بيقعوا منها. انا مش فاضل مشاكل كمالية دي، فاهم ولا لا؟ غريبه قوي. انا كنت متخيل ان هي قريبه منك وبتعزها يعني. انا ما بعزش حد، ما بفكرش غير في نفسي وبس، فهمت؟ لا يا راجل. اصل انا قلت لها ان هي ممكن تشتغل معانا هنا يعني. انت مجنون؟ تشتغل فين وايه؟ ما انا شكلي اتدبست بقى. اتصرف انت. ماشي عادل. ماشي اشوف اخرتك يا كاميليا. تعالى تعالى نشوف. تعالى بس ما اعرفش انت متنرفز ليه يا جدع. تعالى بس. سوري اتأخرنا عليك. يا ألف أهلا وسهلا. إزيك؟ منور الشركة كلها يا كاميليا. أنت إيه اللي جابك؟ قصدي يعني ما اتصلتش بيا ليه بالتليفون وأنا كنت جيت لك على طول على البيت بالليل؟ ما أنا بكلمك كتير على طول تليفون.